أهلا بكم أعزائي المشاهدين إلى هذه الحلقة من لعبة الأمم، نقدمها من دمشق. تطورات كثيرة نكاد لا نستطيع اللحاق بها منذ أيام. من كان يعتقد قبل أشهر أن حلب المعقدة عسكريا المطوقة بأحزمة نار سياسية إقليمية ودولية ناسفة سوف تعود إلى كنف الدولة، عادت. من كان يعتقد أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي عمل جاهدا منذ فترة طويلة لإطاحة الرئيس بشار الأسد وأراد الصلاة في المسجد الأموي سينتهي به الأمر للتنسيق أمس مع روسيا وإيران لحل سياسي بوجود الأسد، ها هو يقبل. من كان يعتقد أن شابا في مقتبل العمر يعمل في الشرطة التركية ويرتدي ثيابا عصرية وليس ملتحيا ولا ملتحفا شكل الإرهاب سيغتال أمام الكاميرات سفيرا روسيا ويصيح الله أكبر، فعل ذلك. لكن يبدو أن عين الله ترعى هذه الأيام سوريا كما رعتها دائما عبر التاريخ. ومنذ وصلت أمس إلى قلب عروبتنا النابض أرى دمشق تضج بالحياة وأهل حلب يهنئون بعضهم وزوارهم. التاريخ يكرر نفسه، من هذا التاريخ نفهم سبب الحرب على سوريا. نقرأ في كتاب مهم بوثائقه ورواياته كم كان حافظ الأسد صلبا في مقارعة الأمريكيين، وكم كان بعض العرب متسللين تحت جنح الظلام للتآمر على سوريا وعلى بعضهم البعض. ونقرأ أيضا لماذا وقف أيضا حافظ الأسد في لبنان ضد كمال جنبلاط. مؤلفة هذا الكتاب مستشارة رئاسية سورية لكنها أيضا مثقفة من طراز رفيع، قارئة نهمة، مؤلفة تغرق في الوثائق لتخرج منها سدودا وقلاعا ومتاريس من الوثائق والكلام المتقن تصد بها الهجمة على سوريا وعروبتها ومقاومتها. يسعدني أن أستضيف الدكتورة بثينة شعبان، أهلا وسهلا بك في هذه الحلقة. طبعا أنا كنت شكرا لقبولك الدعوة، وخصوصا أنه هذه أول مقابلة للحديث عن هذا الكتاب القيم في الواقع بالوثائق والملفات الكثيرة والروايات بين الرئيس حافظ الأسد وتحديدا وزير الخارجية الأمريكي هنري كيسنجر والرئيس الأمريكي الراحل نيكسون، وهو في سلسلة كتب نأمل أن تتطور أكثر. كان 10 أعوام محافظ الأسد وهذا الكتاب الثاني حسب ما فهمت في كتب أيضا قادمة ضروري لسوريا، وأنا مش فاهم لماذا تأخر حتى الآن صدور مثل هذه الوثائق. ولكن دكتورة بثينة، أولا مبروك الكتاب، صادر عن دار بيسان للنشر. قبل الدخول في هذا الكتاب، الآن الواقع السياسي يفرض نفسه في الآن لقاء ثلاثي مهم جدا حصل أمس، الروسي التركي الإيراني في موسكو. على ما يبدو بدأنا نرى بداية اتفاق. أولا، هل تغير التركي؟ يعني صار قابل بما كان يرفض. ثانيا، لماذا تغيب سوريا وهي المعنية؟ سوريا لم تغب عن أي اجتماع، لأن سوريا حاضرة من خلال حلفائها والتنسيق مستمر ويومي بيننا وبين الحلفاء الروس والإيرانيين. هل تغير أردوغان حكما؟ يعني كما قبل أردوغان التنسيق موجود، يعني عم تحكوا مع الأطراف الموجودين طبعًا هناك؟ طبعا قبل وبعد، يعني كنتوا على علم بالاجتماع قبل وبعد، ولا يعني تكون هناك خطوة على الإطلاق ولا اجتماع ولا شيء يقال عن سوريا إلا يكون الرئيس السوري موجودا وحاضرا قبل وبعد. طبعا أكيد، يعني كنتوا على علم بالاجتماع قبل عقده؟ طبعا على علم بالاجتماع وعلى علم بالنقاط وعلى علم بكل شيء. يعني هذا بلدنا وسوريا دولة ذات سيادة وهؤلاء حلفاء. الشيء الذي لا يدركه الكثيرون أستاذ سامي هو الفرق الجوهري، وأنا قلته أكثر من مرة، بين المنظور الروسي للأصدقاء والحلفاء وبين المنظور الغربي للأصدقاء والحلفاء. شايفينه واضح يعني. يعني واضح لحضرتك، ولكن كثير من الناس يعني تفترض أن روسيا كحليف أو إيران كحليف أنهم لديهم يعني وصاية على البلد الذي يحالف، وهذا ما فهموه من الغرب دائما خلال التاريخ. أما الروس فتاريخهم يري أنهم يعني دكتورة اسمحي لي حضرتك، ما حصل أمس
من قبل الروسي والإيراني تحديدا لندعى التركي مع التركي أنتم موافقون طبعاً عليه وعالمون به؟ طبعا أوكي. موافقون عليه، وطبعا تضحيات الجيش العربي السوري وتضحيات الشعب السوري وحلفائنا هي التي أوصلت الأمور إلى هذه المرحلة. هذه المرحلة مهمة، وهي تشي يعني بانتهاء مرحلة وبداية مرحلة جديدة. يعني من كان يتخيل أستاذ سامي قبل سنة أو سنتين أن الروسي والتركي والإيراني سوف يتحدثون عن حل سياسي في سوريا بغياب الأمريكي؟ صحيح. حضرتك تحدث عن غياب سوريا، ماذا عن غياب الأمريكي؟ صحيح. سنتحدث عنه. الذي كان هو يفترض أنه لديه كل مفاتيح الحلول في كل مكان. إذن العالم يتغير بشكل كبير. الروسي على كل حال يقول أنه ينسق مع الأمريكي وأبلغه بنتائج الاجتماعات، ولكنه انتقد جدا وقال كل اتفاقاتنا مع الأمريكيين لم تؤدي إلى شيء، وكأنه في بديل الآن بهذه الاتفاقات. طيب دكتورة، التركي يعني أمس الكلام كان لافت من وزير الخارجية التركي يقول أنه ستنسحب القوات التركية بعد تحرير مدينة الباب من قبضة داعش، والرئيس الأسد في آخر مقابلة وكانت مهمة جدا في صحيفة صحيح. الوطن قال لا أعداء لسوريا إلا إسرائيل صحيح. وأنه في نبض عند الشعبين التركي والسوري متقاربة. يعني نحن لا عداوة لنا مع أي شعب من شعوب الأرض سوى كما قال السيد الرئيس العداوة مع إسرائيل، لأنها تحتل أرضنا. يعني حتى مع إسرائيل أمضينا 10 سنوات في المفاوضات من أجل التوصل إلى سلام، ولم نتوصل إليه لأن الكيان الصهيوني لا يريد التوصل إلى سلام. أما في السياسة الله ينعم عليك، فيعني خصوم اليوم قد يكون حلفاء الغد، دائما هذا مطروح يعني في عبر التاريخ في السياسة، هذا مطروح وهذا وارد. وسوريا تسعى إلى صداقات مع كل دول العالم بما يحفظ يعني كرامتها ووحدتها واستقلالها، وبما لا يغفر أيضا ما عانت منه من قبل البعض. دكتورة، لكي لا يفهم الكلام وكأنه الفتح خطوط قبل أوانها أو أنه فتحت لا أدري، حين تقولين أنه خصوم الأمس قد يتحولون إلى حلفاء اليوم، هل نفهم أنه أو نؤكد بعض المعلومات التي تقول أنه في وساطات الآن بين سوريا وبين تركيا عبر روسيا مثلا؟ أولا هل في احتمال فتح خط مع السعودية قريبا مثلا؟ أنا لا أتحدث عن تركيا والسعودية أبدا. أوكي. أنا كنت أتحدث الحقيقة وفي ذهني الولايات المتحدة. لا يوجد الآن خطوط خاصة يعني بين سوريا وتركيا ولا بين سوريا والسعودية، ولكن التاريخ يرينا بما أننا الآن في حضرة كتاب عن التاريخ أن الأمور تتغير بشكل عظيم. يعني في 73 السادات كان هدفه الأساسي إخراج السوفييت من منطقة الشرق الأوسط. الآن يعودون الروس بقوة إلى منطقة الشرق الأوسط. يعني التاريخ متحرك ومتغير، وخاصة أننا نمر بمرحلة تاريخية فعلا يتغير العالم فيها، وفعلا هناك معطيات وأحداث وصور ومستويات جديدة علينا أن نأخذها بعين الاعتبار. في تغيير تركي واضح؟ نحن لا نعلم إلا من خلال التنسيق مع الروس يعني فقط. نحن لا قناة اليوم مباشرة بيننا وبين الأتراك، ولكن إذا أردنا أن نتحدث اليوم عما كان يتحدث به أردوغان منذ سنة وعما تحدث به وزير خارجيته في موسكو، ترى أن التغيير واضح يعني بالشأن السوري بالخطاب أو على الأرض أيضا. يعني مثلا هل حلب كان يمكن أن تتحرر فعليا دون نجاح الروسي بتحييد التركي؟ هل مثلا الباب فعلا التركي الآن وصل إلى قناعة أنه حتى لو أنا ساهمت في القضاء على داعش ولو متأخرا بالنهاية سينسحب؟ إذن تغيير يعني لا شك أن العلاقة الروسية التركية تلعب دورا في هذا المجال، ولكن الأتراك لا يفعلون هذا من أجل يعني من أجل الروس، يفعلون هذا من أجلهم. يعني الوضع في تركيا يتطلب منهم أن يتغيروا، وقد وصلوا إلى طريق مسدود سواء في سوريا أو في علاقتهم مع معظم دول العالم، ولذلك ووضعهم الداخلي خاصة بعد ما سمي بالانقلاب وكل الاعتقالات وكل الوضع في تركيا، هم بحاجة أن يتغيروا من أجلهم وليس من أجل أحد. هم لا يفعلون هذا منة على أحد وليس من أجل وليس كرم أخلاق. يعني طيب الاتفاق ما الذي حصل عمليا كي يفهم المشاهد؟ يعني فعلا نحن ذاهبون إلى حل سياسي بعد ما حصل في موسكو أمس؟ هل في مفاوضات في الأستانة كما قيل،
وفي دعوة الآن من نائب وزير الخارجية الروسي أو تمني أن تنضم السعودية، هل سنذهب إلى جنيف بعد الآن مثلا؟ لا، أنا يجب ألا يعني يجب ألا ننسى أن هذا هو الاجتماع الأول، وأن ظريف ولابروف قال أن هناك لا تزال هناك الكثير من نقاط الخلاف حول الميدان وحول الأمور الموجودة على الأرض، ولذلك لكن تصريح ديمستورا بعد ذلك بساعات قليلة ودعوته إلى مفاوضات وأنه نسق هذا مع ترامب يري أن الأطراف التي كانت تمسك بزمام المبادرة قبل هذا الاجتماع قد شعرت أن الزمن سوف يسبقها إذا لم تسارع لكي تفعل شيئا، ونحن بدون شك في هذا الاجتماع نشهد بداية مرحلة جديدة، ما هو مدى نجاحها في المستقبل، إلى أين ستصل الأمور، كيف ستتبلور هذه العلاقة، ما هي الصعوبات التي تعترضها، هذه كلها أسئلة مفتوحة إلى المستقبل الحقيقة. في مشكلة مع ديمستورا لأنه حتى الآن لا لقاءات مع الرئيس السوري بين ديمستورا والرئيس السوري، وحسب ما فهمت منهم أنهم طلبوا عدة مرات لقاءات. لأنه الحقيقة يعني الدور الذي لعبه ديمستورا كان يتطلب جرأة أكبر وشجاعة أكبر في قول الحقيقة وأخبار العالم بما يجري، يعني كوسيط دولي كنا نتوقع منه أداء أفضل من أجل التوصل إلى حل سياسي، ربما هذا هو الذي استطاع أن يفعله. نحن ليس لدينا مشكلة مع أحد، المهم ما نستطيع فعله من أجل بلدنا، ونقيم الأمور حسب المصلحة الوطنية، يعني لا توجد لدينا مشكلة شخصية لا مع ديمستورا ولا مع غيره. طيب دكتورة، الآن جاء الاجتماع الثلاثي بعد حلب، التقدم الكبير والمفاجئ للجيش السوري، السيطرة على معظم أو استعادة معظم حلب، ولكن أيضا بعد قرار من مجلس الأمن يدعو إلى إرسال مراقبين، هل سوريا ستقبل كدولة تقول دائما أنها دولة سيدة على أرضها أنه يأتي مراقبون دوليون لحلب؟ يعني شوف أستاذ سامي، الحرب التي تعرضت لها سوريا هي حرب متعددة الأوجه والمستويات، ويجب ألا نقلل من المستوى الإعلامي والمستوى النفسي لهذه الحرب. نعم. التي تعرضت إليها أكيد. سوريا طبعا. وكما تلاحظ كلما كان هناك إنجاز إيجابي في سوريا، سواء مصالحات دارية أو خروج المسلحين من حمص القديمة أو المعظمية أو أي إنجاز إيجابي يحققه الجيش السوري والشعب السوري، كلما رأيت الهستيريا صحيح. الدولية متصاعدة، وحين نسمع يعني صراخ خصومنا هذا يشعرنا بالارتياح، يجب ألا يشعرنا بالقلق، ولذلك ما جرى على مستوى العالمي إعلامياً وسياسيا وتصريحات أولاند عسكريا وماليا وإلى آخره، هذا كله يشير إلى مدى انزعاجهم وقلقهم من الانتصار الذي حققه الجيش السوري في حلب وحلفائه طبعا. ولكن القرار 2328 هو الحقيقة لا يتحدث عن مراقبين، يتحدث عن موظفي أمم متحدة، هم موجودون أصلا في حلب وهم يقومون أصلا بتوزيع المساعدات، ولكن نظم هذه العملية، وربما كما قال في بيانه بعد هذا القرار أنه ربما في المستقبل سنحتاج إلى موارد أكبر وإلى موظفين أكبر، ومن هنا أتى هذا القرار، ولكن لن يكون هناك أي شيء إلا بموافقة الحكومة السورية، وهناك نص واضح. لنختصر هذا الجواب، لن يكون أي شيء إلا موافقة الحكومة السورية طبعا، ولن تقبلوا بوجود مراقبين. لا أكيد لا هؤلاء ليسوا، القرار لم يتحدث عن مراقبين. أوكي. تحدث عن موظفين. لا، ولكن بجميع الأحوال لن تقبل وجود مراقبين دوليين في حلب. يراقبون أوكي. ماذا؟ انتهت حلب، الحمد لله حررت حلب تقريبا. أوكي. ماذا يراقبون يعني؟ ما في جاي إدلب بعدين. لا يوزعون، لا هذا القرار طيب. بخصوص حلب يوزعون مساعدات صحيح. وخدمات إنسانية فقط. طيب. في وصل عندكم مساعد وزير الخارجية الإيراني أعتقد هذه الليلة صحيح. وغدا سيبدأ اجتماعات وقد يلتقي الرئيس صحيح. بشار الأسد، سيلتقي الرئيس بشار ولا بعد مش معروف. طيب هل هو قادم لكي يعلمكم بما حصل في موسكو؟ لا، نحن هناك اتفاق منذ فترة على اجتماعات دورية كل شهر أوكي. بين مسؤولين من الخارجية السورية والإيرانية للتباحث في معظم الأمور، وأيضا مثل هذه الآلية ترتب الآن مع روسيا، فهذا اجتماع كان الدكتور فيصل مقداد منذ شهر في إيران، والآن تأتي زيارته طبيعية للسيد حسين جابر الأنصاري إلى دمشق ضمن هذه الآلية لتبادل الآراء والحديث والتشاور. طيب. بعد أن انتقلت سوريا إلى دبلوماسية البساط الخضراء يعني الآن وهي على ما يبدو أكثر فعالية، هل
في احتمال للعودة إلى المفاوضات ومع من؟ يعني في الأستانة، في على كأنه في خطوة قريبة للمفاوضات، وأيضا عاد الحديث عن جنيف، مع أي معارضة يمكن أن يحصل لقاء؟ والله نحن هذا هو السؤال الذي نطرحه على يعني سواء على الأمم المتحدة أو على الآخرين. نحن كدولة سورية جاهزون للحوار مع أي قوى تريد أن تتوصل، أي قوى ذات أهمية تريد أن تتوصل إلى حل سياسي في سوريا ضمن المبادئ والأسس التي وضعتها الدولة السورية منذ اليوم الأول، وهي وحدة سوريا، وحدة أراضيها، وحدة شعبها، وعدم التدخل بشؤونها الداخلية. ولذلك نحن اليوم لا يوجد لدينا لا قرار ولا معلومات من سيكون في الأستانة، وهل سيذهبون إلى الأستانة أم إلى جنيف، هل سيكون هناك مساران أستانة وجنيف أم لا، هذا كله. هل فعلا جاهزون للحوار؟ نحن طبعا جاهزون للحوار، نحن جاهزون كما قال السيد رئيس بشار الأسد. اسمح لي شوي، لأي شيء يحقن الدم السوري وينهي هذه الحرب على سوريا بدون شك. يعني هل الائتلاف لا يزال بالنسبة لكم طرفا مهما تفاوض معه؟ يعني لم نعد نعرف من هو الطرف المهم من تغير الأسماء وتغير الأشخاص وتغير القيادات وتغير العملاء، يعني لا نعرف من هو المهم. على كل حال في 160 فصيل، يعني إذا بدأتم يعني بالمفاوضات بالضبط، يعني 160 جلسة يعني بالضبط، لذلك سوف نرى من دكتورة بثينة، حصل أمر مهم جدا في الواقع وخطير جدا، اغتيال سفير بحجم سفير روسيا حليفكم، والأمر الثاني أنه شرطي بثياب مدنية لا ملتحي ولا شكل إرهابي. كيف قرأتم هذا الاغتيال هنا؟ ما هي الأهداف؟ لأنه ذهبت الأهداف أنه هو لفك الأواصر التحالف بين تركيا وبين روسيا. نحن أولا نعزي القيادة الروسية والشعب الروسي باغتيال السفير الروسي كارلوف، الذي كان شخصا إنسانيا يتدخل دائما من أجل حالات إنسانية، محبا للسلام. ونقول أن هذا الإرهاب يعني خطر في كل مكان وكل زمان وعلى كل الناس، ونحن قرأناه ضمن ما وصفته في البداية، الوضع الداخلي التركي الحقيقة. يعني نحن لا نعلم، لأن هناك إشارات استفهام على كذا تفصيل من تفاصيل ما جرى، يعني لماذا قتل القاتل مثلا، لماذا لم يضرب بحيث يتم استجوابه ويعرف من هو. وفي سورة يصافح أردوغان قبل يومين، لا أدري إذا كانت صحيحة، يعني ما هي الخلفية يعني لهذا الموضوع، كيف دخل بهذه البساطة وأطلق الرصاص ومن ثم ترك إلى أن يلقي خطابه ومن ثم يقتل. يعني هناك أكثر من إشارة استفهام. طيب دكتورة، في سبيل حقن الدماء، سوريا مستعدة للقاء مع الأتراك؟ مع مين؟ الأتراك مع القيادة التركية. تعتمد بأي صيغة وبأي طريقة وضمن أي شروط، وما هو التصرف الذي سوف يتصرفونه على الأرض قبل ذلك؟ يعني الشرط هو التصرف على الأرض؟ لا طبعا، كرامة سوريا هي أولا، يعني كل شيء يحفظ كرامة سوريا وشعبها ووحدتها، ويحفظ قيمة دماء الشهداء ومعاناة الجرحى وتضحيات الشعب السوري، نحن معه. وتأكدي أنه هذه الأيام كرامة العرب كثيرا ما ترتبط بكرامة سوريا، إن شاء الله سوريا طيب. ستكون المنارة لكرامة العرب جميعا بإذن الله. دكتورة، أنا يعني دخلنا بالحديث السياسي، وكنت أريد أن أخصص كل الحلقة عن الكتاب القيم، في الواقع لأنه قيم وقرأته في خلال يومين أو ثلاثة بالتفصيل الوثائق، وهو جزء من الوثائق، وأنا أعتقد أنه هكذا كتاب ربما بعد أن نتحدث عنه قد يكون مادة مهمة لأفلام وثائقية لكي نشرح أكثر ما الذي جرى في الكتاب. محاولة، يعني كي نختصر قبل أن ندخل بالتفاصيل بعد الموجز، في الكتاب محاولة لأولا إبراز أنه الأمريكي كان دائما كيسنجر يريد أن يفرق العرب، والرئيس حافظ الأسد يريد أن يجمع كل الأطراف العربية ولا يريد أن يذهبوا منفردين. صحيح. إلى وكان القاسي الحوار، ولكن أثبت أيضا أن الرئيس حافظ الأسد في لحظات معينة تاريخية بقي صلبا جدا وأثار جدا الأمريكيين. لا أدري إذا كان لدينا بعد الوقت قبل الموجز أو نتحدث بعده. طيب، الكتاب أيضا صادر هنا، هذا صدر في بيروت عن دار بيسان، هنا عن وزارة الثقافة السورية بعنوان وثيقة وطن، أو لكي يروها على هذه الكاميرا، وصدر أيضا باللغة الإنجليزية. أريد الفرق بين وثيقة وطن وحافة الهاوية،
حسب ما فهمت أنه حافة الهاوية هو بسبب الأحاديث التي كانت تدور بين الرئيس صحيح. حافظ الأسد وكيسنجر. صحيح. لماذا العنوان؟ ولماذا الفرق بين العنوانين؟ لأنه في محادثات فصل القوات والتي استمرت أكثر من 17 لقاء بين الرئيس حافظ الأسد وبين هنري كيسنجر ولساعات طويلة، وحين تقريبا يأس كيسنجر من أن حافظ الأسد سيوافق معه قال له، قال يذكرني بالشخص الذي يحاول أن يلقي نفسه من مرتفع ويأمل وهو يسقط أن أحدا ما سوف يلتقطه، ذلك الشخص هو أنا، قال كيسنجر عن نفسه. فلذلك بالإنجليزي the edge of the precipice، يعني حافة الهاوية. ولذلك يعني هذا قول مشهور لكيسنجر، وداربي سان اختارت هذا العنوان. وفعلا وصلت سوريا مرارا إلى حافة الهاوية ثم قامت. نستمع إلى، ذكرتي خطاب للرئيس حافظ الأسد قبل أن ننتقل إلى الموجز، في خطاب في 6 تشرين الأول 1973، خطاب مهم، إلى جزء بسيط منه ثم موجز الأخبار وندخل في الكتاب لو سمحتم ولو سمحتي. تفضل. منذ أسبوع ونيف والعدو يحشد ويعد وفي ظنه أنه سينال منا بضربة غادرة، وكنا يقظين ساهرين نرصد حركاته وسكناته ونستعد ونتأهب لنرد عدوانه الجديد المحتمل، فلم نسمح له أن يأخذنا على حين غرة، واندفعت قواتنا المسلحة ترد عليه الرد المناسب، ولم يسمح له أخوتنا في مصر أن يأخذهم على حين غرة، فاندفع جيش مصر العظيم يدافع عن كرامة مصر وكرامة الأمة العربية. فتحية لجيشنا. ليت تلك الأيام تعود، أيام النصر. لحظات أعزائي المشاهدين، ونعود إليكم بتفاصيل أكثر عن هذا الكتاب، الوثائق المهمة فيه، الحوار الأمريكي السوري، ولكن أيضا المواقف السورية في هكذا لحظات، كيف كانت وكيف كانت شخصية الرئيس حافظ الأسد، مع الدكتورة بثينة شعبان. ابقوا معنا إن شئتم، بعد الموجز نعود إليكم سريعا. أهلا بكم مجددا أعزائي المشاهدين، لمواصلة هذه الحلقة من لعبة الأمم نقدمها مباشرة من دمشق. معنا المستشارة الرئاسية السورية الدكتورة بثينة شعبان، أرحب بك مجددا دكتورة. حكينا السياسي كثير في الجزء الأول، والآن سنتحدث عن السياسة، ولكن قليل من التاريخ وقليل من الحاضر، سنحاول أن نربط الطرفين. أعود وأذكر بأنه مناسبة هذا اللقاء أعزائي المشاهدين كتاب فيه الكثير من الوثائق، حافة الهاوية، وثيقة وطن، أو وثيقة وطن حسب ما صدر في سوريا، وأيضا لمن يهوى أن يقرأ باللغة الإنجليزية فالكتاب أيضا موجود باللغة الإنجليزية. الدكتورة، أولا متى تجدين الوقت للكتابة وسط كل هذه الزحمة، مستشارة للرئاسة واجتماعات وحرب، وتجدين كل هذه الوثائق وتكتبين وتؤلفين؟ أولا أنا أشعر يعني أنه لدي حساسية خاصة بالاهتمام بالوقت، أن الوقت مهم جدا وكل ساعة من حياة الإنسان مهمة. وثانيا من المهم أن يفكر الإنسان بأولوياته، فأعمل الأمور ذات الأولوية والهامة جدا، وكثير من الأمور لا أفعلها يعني. طيب المشروع، أنا سألتك في بداية الحلقة، الآن بدأت بفترة زمنية معينة، هو مشروع عدة كتب، لأنه 10 أعوام مع حافظ الأسد، والآن حافة الهاوية جزء آخر، هو في سلسلة كتب ستصدر؟ إن شاء الله. الحقيقة حين كتبت 10 أعوام مع حافظ الأسد كنت أكتب ذلك الكتاب وفاء للرئيس الراحل حافظ الأسد، ولكي يعرف العالم أيضا وجهة النظر السورية في مفاوضات السلام. ولكن الاستقبال الذي لقيه ذاك الكتاب من القراء العرب شجعني على أن فعلا هناك سبع طبعات في سنة واحدة، اليوم هو في الطبعة الثامنة. والحقيقة يعني شعرت أن عكس ما نروجه دائما
دائماً أن العرب لا يقرؤون، أو يعني يوجد قراء في العالم صحيح. العربي، ويوجد من يريد أن يعرف هذا التاريخ حين نقدم له مادة سبع جيدة. طبعات مركز الوحدة، مركز دراسات الوحدة العربية. يعني اغتنيت مالياً بعد هالكتب؟ والله ولا شيء أبداً، يعني اغتنيت كيف فكرياً. كيف ولا شيء سبع طبعات؟ اغتنيت فكرياً وعاطفياً يعني فقط. سبع طبعات لازم يكون في ثروة وراء. طيب والله ما انتم اللبنانيين شاطرين في القصة، نحن سوريين ما عندنا هيك شيء بنوم. والله ولا نحن شاطرين. طيب في الكتاب في الواقع نقرأ أنه أكيد صارت اللقاءات الأولى بين رئيس حافظ الأسد الراحل وبين وزير الخارجية الأمريكي هنري كيسنجر. كان الرئيس الأسد تقريبا صار له 3 سنوات في الحكم صحيح. وكان قبل أو بعد أسبوعين من الحرب التي انتصرت فيها صحيح. سوريا ومصر جاء كيسنجر إلى هنا صحيح. طيب تقولين في الصفحة 22 لم يشارك حافظ الأسد قط في المكائد الدبلوماسية التي كانت تدبر قبل عام 73، ولم تكن لديه معرفة بالعروض السرية التي قدمها السادات لمائير بواسطة كيسنجر، يعني لجولدا مائير. يعني هل نفهم أنه قبل الحرب أنور السادات بدأ بالخديعة وبدأ يقدم عروض لجولدا مائير؟ الحقيقة هناك كتاب كتبوا هذا الأمر، يعني من ضمنهم الأستاذ عبدالله الخاني الذي كتب أن كانت هناك عروض أو مناقشات أمريكية مع السادات من أجل إخراج الروس من المنطقة، ومن أجل وفكر السادات في ذلك الوقت بحرب تحريك وليس حرب تحرير، من أجل أن يتوصل إلى الأهداف التي اتفق عليها مع الأمريكان. وأيضا هناك يعني معلومات أن السادات ناقش مع حافظ الأسد أن تكون الحرب في الربيع، ولكن حافظ الأسد قال له لقد وصلتنا أسلحة من الاتحاد السوفيتي ونحتاج إلى 6 أشهر للتدريب عليها. أي السادات كان مستعجلا من أجل شيء ما يحدث في المنطقة يعومه كبطل قومي، ومن ثم يتمكن من أن يخلي المنطقة من السوفييت وأن يعيد المنطقة إلى الحضن الأمريكي ويفاوض مع الأسد. ويفاوض. الحقيقة سعد الدين الشاذلي كتب أن كانت هناك خطتان للحرب، خطة للمصريين أنهم سوف يذهبون إلى الضفة الشرقية للقناة ولا يتحركون بعد ذلك، وهذه الخطة المصرية، وخطة لا. سورية قالوا أنهم سوف يذهبون أبعد من ذلك ويبقون في الحرب. طيب دكتورة أنا اسمحي لي سأقاطعك مرارا لكي نمرر أكبر قدر ممكن من الكتاب المهم. يعني نقرأ أيضا كمان في الصفحة 24 أنه في 8 من صباح 6 تشرين الأول 1973 اجتمع مجلس الوزراء الإسرائيلي لمناقشة حرب وشيكا بعد استقبال تحذيرات من مصادر عربية وبخاصة مصرية وأردنية. يعني أيضا نفهم أنه كان في عند إسرائيل مخبرون عند العرب يخبروها بكل شيء يعني ضد سوريا، يعني ما أشبه الأمس باليوم الحقيقة. يعني هناك أنا أعتقد بعد الاطلاع على هذا الأرشيف المهم أن مصيبة العرب في الماضي والحاضر هي مصيبة الخيانة والحقيقة والعمالة وضعف الثقة بالذات وعدم الأمانة مع العرب والارتهان للآخر. يعني حين أنا لن نتمكن أكيد في هذه الحلقة أن نغطي كل ما نريد أن نغطيها، ولكن شيء مؤسف الحقيقة ومحزن أن الهدف الاستراتيجي الأساسي لهنري كيسنجر هو فصل المسارات العربية سواء في فصل القوات أو في التوصل إلى اتفاقات سلام، وكان الهدف الاستراتيجي الأساسي للرئيس حافظ الأسد هو محاولة أن تكون المسارات واحدة. وإذا سمحت لي أن أروي لك بعضا، أنا لم أركز على الحرب هنا، ولكن أن أروي لك حادثة مهمة في كتاب الأستاذ عبدالله الخاني عن حرب تشرين حين أوفده الرئيس حافظ الأسد في 11/11/1973 إلى مصر ليلتقي السادات قبل أن يصل هنري كيسنجر. قال له الرئيس حافظ الأسد أرجو أن تذهب إلى السادات وتقول له يجب أن نخوض السلام سويا كما خضنا الحرب سويا. قال له وإذا لم يقبل؟ قال أنا أفوضه أن يفاوض عني. قال له وإذا لم يقبل؟ قال ننسحب نحن وإسرائيل بنفس القدر ونفس المسافات. ذهب عبد الله الخاني إلى مصر وبقي يومين لم يلتقي به السادات، التقى بكيسنجر لوحده السادات دون وجود أي أحد معه، وعاد عبد الله الخاني بعد أن قيل له في مصر أن السادات سيرسل موفد يخبر الرئيس حافظ الأسد بما جرى
والسادات لم يرسل أحدا ولم يخبر الرئيس حافظ. على كل حال في كتاب دكتورة بثينة الكثير من الروايات عن خديعة الرئيس أنور السادات، ولكن أنا لفتني في مطلع الكتاب هو حديث كيسنجر عن إسرائيل يهود أمريكا. نعم. حتى كيسنجر كان متضايقا منهم. نعم. ونيكسون بنفسه حين جاء إلى سوريا أيضا تحدث عن اللبي اليهودي المالي والإعلامي. نعم. كيسنجر فعلا كان يقلق من اليهود؟ هلا كيسنجر كان يستخدم هذه الورقة. ايه؟ والدليل على ذلك أنه نادرا ما ذكرها في أوراقه التي نشرت في وزارة الخارجية الأمريكية، لكن الرئيس نيكسون كان صادقا في تخوفه من اللبي الصهيوني في الولايات المتحدة، وبالفعل هم الذين يعني أودوا بنيكسون في النهاية، يعني فضيحة ووترغيت. على كل حال رئيس الأسد قال بعد تقريبا 20 سنة أنه فضيحة ووترغيت سببها هي الصفقة إذا صح التعبير التي قبل بها نيكسون مع سوريا، لأن نيكسون فعلا في محضر لقائه مع الرئيس حافظ الأسد، وكان طبعا هذا أول زيارة لرئيس أمريكي إلى سوريا، وزار سوريا دون أن تكون هناك سفارة أمريكية في سوريا، وهذا صحيح. خرق للقاعدة البروتوكولية الأمريكية، خرقها مرة واحدة نيكسون نفسه في الصين، وهذا يدل على الأهمية التي أولاها الرئيس نيكسون لسوريا. ولا تصدق اللقاء بينه وبين الرئيس حافظ الأسد أن الحقوق العربية سنتحدث عنه بعد قليل. فضل. تماما سنتحدث عنه بعد قليل، خصوصا أنه أنا فهمت أنه أيضا رئيس نيكسون استشار مرة أو مرتين رئيس الأسد قبل أن يلقي هو نفسه خطاب، يعني أين كانت سوريا عمليا وأين كان العرب الآخرون. الأمر الآخر دكتورة، فهمت من اللقاءات الأولى حسب ما شرحتي حضرتك أنه كان في محاولة أيضا من كيسنجر بإغراء سوريا من شان تترك، أي لكي تترك الاتحاد السوفيتي. مثلا في الصفحة 45 لو سمحت لي، يقول بصراحة قال كيسنجر للأسد: علي أن أكون صادقا معك، أعتقد أن بوسعنا أن نكون أسرع من الاتحاد السوفيتي. صحيح. في عقد صفقة. صحيح. معك. صحيح. يعني كان كيسنجر يراهن على أكثر من قضية. أولا هو لم يعرف حافظ الأسد قبل ذلك، ولذلك كان يعتقد أنه بهذه المقولات، وكان ودودا جدا في اللقاءات يعني مع رئيس حافظ الأسد، وأن الثقة بيننا كان في مزح في بعض المرات، مزح ويجب أن تطور، ولكنه لم يعرف أن الرئيس حافظ الأسد كان يعني مخضرما في السيادة، كان له في السياسة كان له هدفان. الهدف الأول هو تشتيت الموقف العربي سواء بفصل القوات أو بالسلام، والهدف الثاني هو إخراج العالم العربي من الفلك السوفيتي في ذلك الوقت، وأن يحل محله الفلك الأمريكي في مصر وسوريا. نجحوا في مصر ولم ينجحوا في سوريا طبعا. أشرت إلى نقطة مهمة جدا حين تتحدثين عن الوثائق الأمريكية. لأنه أنا لذلك لا أفهم لماذا سوريا أقفلت على أرشيفها حتى اليوم، ونشكر الرئيس بشار الأسد أنه سمح بفتح. صحيح. هذا الأرشيف لسبب، لأنه صدرت كل الكتب الأمريكية أو الغربية تتحدث بوثائقها. لما بتحكي أنه بالوثائق الأمريكية لا يوجد أي عبارة أنه نيكسون أو كيسنجر تحدثا عن سيطرة اليهود. صحيح. إذن كان مقصود حذف هذا من الأرشيف الأمريكي. طبعا. وهناك ليس فقط يعني ليس فقط هذا الأمر، وإنما هو مثلا أعطي مثالا مذكرات وارن كريستوفر في عملية السلام. أنت تقرأ هذه المذكرات، القضايا التي أهملها هي بحد ذاتها هامة، يعني هناك يكتبون ما يحلو لهم وما يخدم أهدافهم. صحيح. ولكن لا يكتبون ما يخدم أهدافنا، نحن فقط الذين يمكن أن نكتب ما يخدم أهدافنا. ولا أعلم إذا كنا سنمر الآن أو بعد حول لقاء الرئيس حافظ الأسد مع كيسنجر بعد أن جعله ينتظر، لأنه كان مع الرئيس شاوشيسكو في 74. صحيح. في 94 لقاء الرئيس حافظ الأسد مع وارن كريستوفر أتى بعد يوم من وصول وارن كريستوفر، وكان وارن كريستوفر غاضبا لأن الرئيس حافظ الأسد كان يستقبل بنظير بوتو وأقام لها مأدبة عشاء، وفي اليوم الثاني وأنا كنت المترجمة معه قال له: لا أعلم كيف تتمكن أن تهين بلادي، ألا تعلم أن بلادي الولايات المتحدة؟ قال له الرئيس حافظ الأسد: وكيف أهنت بلادك؟ قال له: كيف آتي من البارحة وأطلب لقاء؟ قال الرئيس حافظ: أنت لم
لم يكن هذا اللقاء مبرمجا ولدي رئيس وزراء بلد آخر، أم أنكم لا تعتبرون أن البلدان متساوية في الكرامات؟ هناك بلدان ذات كرامة وبلدان غير ذات كرامة. ونفس الشيء حين كان الرئيس حافظ الأسد يلتقي تشاوشيسكو فعلا، وجعل هنري كيسنجر ينتظر إلى منتصف الليل، وطبعا هنري كيسنجر لا يريد أن يلتقي رئيس حافظ في منتصف الليل، ولكن الرئيس حافظ التقى به الساعة 12 ليلا لمدة 3 ساعات، وطبعا كل شيء كان مقصود يفعله الرئيس حافظ الأسد. هل عندنا مقطع عن الضغط النفسي الذي كان يمارسه الرئيس حافظ الأسد في الاجتماعات الليل وما إلى ذلك؟ أول مزحة ثقيلة كانت من كيسنجر، وهنا في الواقع أنا أريد أن أرويها لسبب بسيط، لأنه لكي نفهم أنه الآن بعض الرؤساء العرب يذهبون إلى أمريكا وإذا التقاهم مساعد وزير خارجية يفرحون، كيف كان يتعاطى هو مع الأمريكيين. مسحة ثقيلة الظل من كيسنجر وفهم الخطوط الحمراء فورا عند الرئيس الأسد، ونجد ذلك في الصفحة 49 في الكتاب. قال الأسد إذا كان الهدف الأساسي من الحدود الآمنة هو ضمان منطقة عازلة متساوية على كل جانب، فمن المنطقي أن تكون في الجليل في منتصف الطريق بين دمشق وتل أبيب. رفض كيسنجر مثل هذا الطرح قائلا إن من الممكن تطبيقه على الجبهة المصرية، وقال بسخرية، ادعى أنه لو جرى تطبيق هذا الاقتراح لنقل الإسرائيليون العاصمة شمالا إلى حيفا. لم تعجب تلك الفكاهة الرئيس الأسد، وأجاب بكل جد إنه إن حدث ذلك فسيقوم بنقل عاصمته جنوبا إلى القنيطرة المدينة الرئيسية في مرتفعات الجولان. تراجع كيسنجر في مقعده وقال إن الفكرة يا سيد الرئيس كانت مجرد مزحة. يعني هذا الشيء الذي يجب أن يتعلموه. ورغم الدعوات الكثيرة للرئيس حافظ الأسد للذهاب إلى الولايات المتحدة، هو لم يفكر بهذا الموضوع على الإطلاق. والحقيقة نيكسون حين أتى والتقى الرئيس الأسد قال لقد كان أكثر مما أخبرني عنه هنري، لأن هنري كيسنجر من الواضح أنه أخبر الرئيس نيكسون أن هناك مفاوض استثنائي في الشرق الأوسط وصلب وعنيد ولكنه لطيف ومزوح وإلى آخره، ولذلك أتت زيارة نيكسون. أريد أن فقط أشير إلى المشاهدين، ربما البعض يشعر بأننا نغالي في الكلام في هذا الكتاب، ولكن هناك وثائق محاضر جلسات موجودة يمكن العودة إليها. في بالمناسبة الأرشيف الأمريكي لم يحتفظ بهذه الوثائق، يعني نحن لدينا أكثر من 128 رسالة وبرقية متبادلة بين الرئيس حافظ الأسد وبين الرئيس نيكسون، لم نجد لها أثرا في الوثائق التي وضعتها الخارجية الأمريكية على الويب سايت الأمريكي. يعني هم يهملون تاريخك الذي يعتز به أبناؤك، ولا أحد يمكن أن يقدم تاريخنا إلا نحن. على كل حال حين ننشر وثائق ومحاضر جلسات تشرحين الكثير ونشرح الكثير في الواقع ما حصل أيضا الآن في سوريا، وأنا نشرت بعض الوثائق والمحاضر في كتابي، ولكن حتى الآن الوزارة في سوريا لا تزال تدرس هذا الكتاب. لا موجود. طيب دكتورة، في القسم المعنون مصر تنجرف بعيدا، يتبين لنا أن السادات كان طيلة الوقت يحتال على الرئيس الأسد أو يكذب عليه. حين سأله مثلا الأسد عن صحة الشائعات بأن مصر ستفتح قناة السويس، أجاب السادات ساخرا: هل تصدق كل شيء تقرأه يا سيادة الرئيس في الصحف؟ ما أريده فقط هو خداع الإسرائيليين. الخداع طلع حقيقة بالنهاية. الحقيقة صحيح، وبعد يعني الحقيقة أن الرئيس حافظ الأسد قال لي شخصيا أنه في اليوم الثاني من الحرب بدأ يكتشف أن الرئيس السادات لم يجب على الهاتف، وحين أجاب سأله الرئيس حافظ لماذا لم يستمر الجيش المصري بالقتال، بحيث أن كل القوى الإسرائيلية توجهت إلى الجبهة السورية، وأيضا حين التوجه إلى مؤتمر جنيف، وأيضا حين فصل القوات في سيناء والتوصل إلى اتفاقية سيناء 2، كل هذه الأمور. ولكن في اليوم الثاني من الحرب بدأ الرئيس حافظ الأسد يشتم رائحة غير سليمة، وبدأ يحسب حسابا، وحين أتى كيسنجر بدأ يكتشف، ولذلك أرسل مبعوثه إلى السادات ليراه قبل أن يصل كيسنجر إلى مصر، لأنه بدأ يعلم أن هناك مخطط آخر في ذهن السادات غير الذي اتفق عليه مع حافظ الأسد. واضح أنه في خذلان كان عند الرئيس الأسد. طيب ليس فقط من السادات، من كثير من العرب، لأن الهدف الأساسي حين تقرأ هذا الكتاب للرئيس حافظ الأسد أدرك
معادلة هامة جدا، أنه لا قوة للعرب بدون وحدتهم. وحاول جاهدا، يعني حين خسر مصر توجه إلى العراق، العراق بدأ بحملة إعلامية شرسة ضد سوريا، حين خسر لم يتمكن من أن يأخذ العراق، ذهب إلى الأردن بال75 وكانت أول زيارة لرئيس سوري منذ عام 1957، حاول مع منظمة التحرير، حاول مع لبنان، يعني حاول أن يخلق جبهة شامية بعد أن خسر مصر. صحيح. إذن هدفه الأساسي وجوهر استراتيجية حافظ الأسد هي لم الشمل العربي، وهذا بنفهمه في المقطع المخصص للبنان، فيه معلومات مهمة جدا. أعزائي المشاهدين ابقوا معنا، ستشاهدون ماذا في هذا الكتاب حول مسألة لبنان، لكن الآن نتحدث عن تاريخ مصر وسوريا. كأنه الآن لنعود إلى الحاضر دكتورة بوثينة، في بوادر جديدة بدت من تصريحات الرئيس السيسي، بدت من ردة فعل الرئيس بشار الأسد في لقائه الأخير، ولكن الرئيس الأسد قال نأمل ألا تبقى هذه العلاقات على المستوى الأمني ونريد صحيح. خطوات صحيح. جديدة مقبلة. صحيح. الآن في دبلوماسيان فاعلان جدا في الواقع حسب ما يبدو، عندكم في مصر الدبلوماسي محمد ثروت سليم وبدأ بنشاط جدي، وفي هون قائم بالأعمال المصري قائم بالأعمال في سوريا. نعم. وبالقاهرة الدكتور رياض سنيح أيضا سنيح. قائم بأعمال، ولكن كأنه عم يشتغلوا عمل سفراء. نعم. ماذا تريدون من مصر، وهل في مؤشرات حول رفع مستوى العلاقات إلى مستوى دبلوماسي خصوصا بعد زيارة اللواء، زيارة المهمة التي قام بها اللواء علي المملوك؟ نحن نريد، نتمنى من مصر يعني العودة بقوة إلى الصف العربي والحضن العربي، وأصبح اليوم الخط واضحا أن دول الخليج كثير منها يعني تتواطأ على سوريا وتتواطأ على العروبة، وأصبحت ذات علاقات مكشوفة مع إسرائيل، هي عندها رأي آخر، تقول أنا أحمل عروبة ضد إيران. يعني هذا، شوف، من اخترع مقولة إيران اخترعها بإيحاء من الصهيونية، لأن إيران هي دولة جارة، دولة في هامة في منطقة الشرق الأوسط، وليس لها أي تاريخ استعماري أو عدواني على العرب. يعني ما هي المشكلة أن نكون نحن عرب، وأن تكون إيران فارسية، وأن تكون روسيا روسية، وأن نكون حلفاء وأصدقاء؟ هذا المنطق هو فقط لإرضاء العدو الصهيوني. العروبة ليست على عداء مع إيران على الإطلاق، العروبة الحقيقية والمؤمنة بالعالم ليست على عداء مع إيران، ولكن الإمارات تقول إنه إيران محتلة 3 جزر. يعني هذا موضوع إشكالي، يعني نحن دائما وقفنا نحن دائما وقفنا، يعني أيام الشاه لم يكن لدى بعض العرب أي مشكلة مع إيران، حين أتى الحكم الذي يطرد السفارة الإسرائيلية ويضع السفارة الفلسطينية مكانها أصبح لدى بعض العرب مشكلة مع إيران، وهذا دليل على أن هذه المقولة هي مقولة هدفها الوحيد هو خدمة العدو الصهيوني. طيب فقط. نعود إلى مصر لو سمحتي، الآن هل في بوادر نحو إعادة العلاقات الدبلوماسية بين مصر نحن وسوريا؟ نحن نتمنى طبعا، يعني العلاقات موجودة، كما ذكرت حضرتك القائمين بالأعمال موجودين، ولكن هناك فرق. يعني مصر هي دولة عربية خضنا معها حرب لدى الشعب السوري شحنة عاطفية مهمة تجاه مصر، هناك فرق بين أن تكون هناك علاقات يعني رسمية وعلاقات جيدة، وبين أن يكون هناك لقاء حول الأهداف والمبادئ والطرق التي يجب أن نستنهض بها هذه الأمة. ماذا يمنعها الآن؟ وهل في مساعٍ؟ لديها ظروفها الخاصة، يعني نحن لا نتدخل نحن العبارة التي وجهنا بها سيد الرئيس بشار الأسد أن نتفهم ظروف مصر، ما هي هذه الظروف سواء المادية أو الإقليمية أو السياسية أو مشكلتها مع الإخوان المسلمين أو مع، يعني لديها ظروفها الخاصة، ولكن لا يوجد حل يعني اليوم في العالم العربي إلا أن يتم هناك تنسيق وجمع للقوى العربية الناهضة بعد كل الذي حل بهذه الأمة. وبالمناسبة بما أننا ذكرنا استراتيجية الرئيس حافظ الأسد، أنا أريد أن أذكر بما قاله الرئيس بشار الأسد في 29 آذار عام 2008 بالنسبة للعرب. لا. فإن مما لا شك فيه أننا جميعا في قارب واحد أمام أمواجها العاصفة، وأنه لا بديل لنا عن التشاور والتضامن والعمل المشترك لتوحيد صفوفنا واستعادة حقوقنا وإنجاز التنمية في بلادنا. يعني هذا الكلام الذي تقوله سوريا في الماضي والحاضر والمستقبل، أن قوة العرب في وحدتهم، وليس من الضروري أن تكون وحدة سياسية، يعني كيان سياسي واحد. دكتورة بوثينة، بعد كل هذه الجروح فعلا لا تزالون مؤمنين بالوحدة؟ لأنه الآن لما بتحكي مثلا مع السوري، المواطن السوري العادي الذي تعرض للقصف والضرب والتفقير وكل يعني موجات الإرهاب العالمية دخلت إليه، يقول لك يا أخي خلص بلا عروبة، سوريتنا أهم الآن، أولويتنا في الداخل،
وهذا كان واحد من أهداف طبعا تشريد العرب وتقسيمهم. صحيح. ولكن هل لازلتم فعلا مؤمنين بوحدة عربية؟ لا يوجد حل للعرب سوى العروبة الحقيقة. لا يوجد اليوم حل قطري. يعني إذا كان الإرهاب قد ألغى سايكس بيكو، وإذا كان العدو الصهيوني قد ألغى سايكس بيكو، فالأحرى بالعرب أن يلغوا سايكس بيكو وأن يستنهضوا بعضهم وأنفسهم من أجل مستقبل أفضل. ماذا نقول للكردي والسرياني والكلداني والأشوري؟ نحن نحكي عن نتكلم عن الثقافة العربية، والثقافة العربية كانت دائما ثقافة حاضنة. يعني الأرمني والكردي والجميع أفضل الشعراء في أربيل هم شعراء باللغة العربية. يعني هذا ليس ولكن العروبة كانت قامعة في محل معين للأقليات في بعض المرات. هذا ليس يعني هذا وجهة نظر خلافية. يعني أن العروبة كانت قامعة، العروبة كانت حاضنة وكانت مشجعة على العيش المشترك دائما. والعروبة ليست عرق وليست دين وليست، العروبة هي انتماء ثقافي حضاري. طيب لكي لا نطيل الموضوع هذا حول هذا الموضوع دكتورة، ولكن يعني الآن مثلا بتشوفي الأشوري الكلداني السرياني بتشوفيهم بالسويد أو في غيرهم حين يتحدثون هم سوريون أكثر من أي سوري ومتعلقون بسوريتهم، ولكن يقولون كان عندنا مشكلة مع العروبة أيضا أو تفسير العروبة أو تطبيق العروبة. أنا لا أعتقد أنه كان هناك أي مشكلة. يعني إذا كان الصابئيين بالعراق من قبل الإسلام يعيشون ويمارسون طقوسهم، وإذا كان الكلدانيون والأشوريون والسريان منذ قبل العروبة يعيشون ويمارسون طقوسهم، أنا لا أعتقد أن المشكلة مع العروبة. أنا أعتقد أن المشكلة هي سياسية مع المخططات السياسية التي خططت لهذه الأمة. وبالمناسبة هناك الكثير من الخطط التي والاستراتيجيات التي وضعت والتي لم نتناولها ولم نفكر بها ولم نرد عليها لا فكريا ولا عمليا. صحيح. وهنا نقطة التقصير، وهنا أهمية هذا النوع من الكتب. صحيح. خصوصا أنه في السنوات الست الماضية معظم الكتب التي صدرت حول سوريا كانت ضد، وقليل منها نادر منها كان مع سوريا. في العودة إلى التاريخ مرة ثانية إلى كتابك القيم دكتورة بثينة، في صفحة 77 كلام واضح أيضا عن العرب بمكان الخذلان إذا صح التعبير. يعني يقول حين اتفق العرب القادة العرب على إبقاء الحظر النفطي بطلب من الأسد حافظ الأسد، بيد أن كيسنجر كان مصمما على ألا يسمح لسوريا بانتزاع تنازلات من الولايات المتحدة الأمريكية، هرع وزيرا خارجية مصر. صحيح. إسماعيل فهمي والسعودية عمر السقاف. صحيح. إلى واشنطن بعد يومين. إسماعيل فهمي طبعا. نعم. وعمر السقاف بعد واشنطن. يومين من قمة الجزائر. صحيح. واتفقا مع كيسنجر. صحيح. على رفع الحظر النفطي على نحو غير مشروط في الأول من أذار 74. يعني السعودية ومصر أنذاك، رغم أنه طبعا الموقف السعودي كان مشرف في السودان بالحظر النفطي. صحيح. هما ذهبا سرا إلى يعني تخيل أن وزير خارجية مصر ووزير خارجية السعودية رفعا وعدا برفعه في أول آذار ورفعا الحظر فعلا في 18 آذار، بينما كان الاتفاق مع حافظ الأسد وفي قمة الجزائر ألا يرفع الحظر النفطي إلا بعد توصل إلى فصل القوات مع سوريا. مقابل ماذا رفعوا الحظر النفطي؟ طلب العرب إلى كيسنجر القيام، وأنا أخذ اقتباس، القيام بأقصى ما يمكن لإنجاز اتفاق فصل القوات على الجبهة السورية. يعني بدلا من إبقاء الحظر النفطي لإنجاز فصل القوات على الجبهة السورية كما يريده السوريون، رفعوا الحظر النفطي وطلبوا من كيسنجر أن يتفضل عليهم بأن يكون لطيفا مع سوريا بفصل القوات. يعني شيء يكاد لا يصدق. يعني مصر أفرجت عن الأسرى الإسرائيليين مقابل ماذا؟ مقابل إرسال الطعام إلى الجيش الثالث المحاصر. الرئيس حافظ الأسد لم يقبل أن يعطي قائمة بأسماء الأسرى الإسرائيليين إلا بعد أن اتفق مع كيسنجر على كيفية فصل القوات. يعني هناك تنازلات في السياسة غير مفهومة الحقيقة. أنا أسأل سؤالا، ماذا يحصل هؤلاء العرب؟ على ماذا يحصلون حين يتنازلون؟ خذي مثلا من اتفاق أوسلو حتى اليوم. ايه فعلا. ارتفع مستوى المستوطنات 600 مرة. ايه مع عدد التشريد والقتل والاجتياحات. وإسرائيل حصلت على علاقات لم تكن تحلم بها مع دول العالم بعد اتفاق أوسلو. والآتي أعظم وأسوأ. ايه. ربما إن شاء الله لا، كيسنجر أفاد كثير في الواقع من هذه الفرقة العربية. صحيح. وحضرتك تقولين في أحد المحاضر في الصفحة 81 قال كيسنجر، واسمعوا هذا جيدا أعزائي المشاهدين لأنه مهم جدا، قال كيسنجر لمجموعة من القادة اليهود الأمريكيين قبل توجهه إلى دمشق،
إذا وافقت أكثر دولة عربية تطرفاً ومجاورة لإسرائيل على عقد اتفاق، أي اتفاق كان، فإن ذلك سيغير النمط الأخلاقي، سيفصل سوريا عن العراق، سيسهل الطريق أمام السادات للبدء بالخطوة التالية، وهذا ما حصل عملياً. بالفعل يعني للأسف يعني لو حين تقرأ كيف حاول كيسنجر أن يفصل حتى مسارات فصل القوات وأن يعود ويحاول أن يعمل فصل القوات أيضا مع الأردن التي كانت في الضفة الغربية في ذلك الوقت، وأن يعني يبذل قصارى جهده. أنا الشيء الذي أفكر فيه كيف يمكن، طبعا كيسنجر هو من أصل يهودي ويقول أن أهله قد قتلوا في ألمانيا والهولوكوست وإلى ما هنالك، ولكن كيف يمكن لهؤلاء أن يدافعوا بكل هذه الشراسة وعلى مدى 5 عقود من الزمن عن قضية صهيونية، ولا يمكن نحن للعرب أن نتمسك ونهدأ قليلا ونفاوض بصلابة وعنفوان من أجل حقوقنا؟ يعني هذا هو السؤال المطروح على العرب اليوم حقيقة. ولذلك بدلا من أن نقول العروبة هي التي سببت، لا، تخاذل العرب في القضية الفلسطينية أو البعض منهم على الأقل وعدم الوقوف مع الشعب الفلسطيني كما نقف مع أنفسنا هو الذي أوصل الأمة العربية صحيح. إلى هذا المصير. دعينا نحكي عن الحكام وليس عن الشعوب، لأن الشعوب لا تزال قلوبها يذهب إلى الجزائر، إلى المغرب، إلى موريتانيا، إلى اليمن، إلى السودان، قلوبها لا تزال تنبض على قلوب فلسطين. أنا فقط أتكلم عن الحكام صحيح. وليس عن الشعوب أبدا. تماما. طيب في الكلام عن كيسنجر ويهوديته، يعني حتى كان حين يريد أن يعقد صفقة حتى لصالح إسرائيل يغضب منه الإسرائيليون بلحظة معينة إذا تنازل قليلا في أحد العشوات إذا صح التعبير، أدارت له ظهرها جولدا مائير كما تشرحين، فقال أن ظهره أحلى من وشه قال بطرفة لا شك أن ظهرها أجمل من وجهها أو بجمال وجهها، فما خسر كتير يعني أنه أدارت له ظهرها. تمام. أيضا بعض المرات كيف كان الرئيس الأسد يغضب ضيفه وماذا كان يفعل لكي يغضب، ولكن قبل ذلك دكتور أبو ثينة فهمت أنه رئيس الأسد كان يتحدث الإنجليزية ولكنه لا يريد، كان يفهمها كان يفهمها ولكنه يعني لا يتحدث بها إلا مرة أو مرتين ربما صحح لمترجم صحيح كان يعني يفضل أن يتحدث باللغة العربية وكانت لغته العربية رائعة الحقيقة، ولكن يعني حتى إلي صلح لي، فأنا ترجمت كلمة أنه أعتقد، قلت له I think، قال لي لا أنا ما قلت I think، قلت I believe. فيعني ومرة ثانية كمان أوقف كيسنجر وتحدث معه على الباب بالإنجليزية صحيح. على ما يبدو صحيح. طيب. صحيح. طلب كيسنجر من مساعديه قبيل مغادرة القصر الرئاسي عرض خريطة كان قد أحضرها من إسرائيل، وقال للأسد أخشى أن رأيتم ما رأيتموه وما عرضه الإسرائيليون أن تقوموا الليلة بإطلاق 8,000 طلقة على مواقع إسرائيلية بدلا من 4,000 طلقة. وتوقفت الضحكات سريعا أنذاك حينما نظر الأسد إلى الخريطة ولم يرى فعليا أي اختلاف عما كان قد عرضه موشي ديان من قبل. التفت الرئيس السوري إلى كيسنجر قائلا من الآن فصاعدا أنا لن أقبل بمتر واحد أقل من الخط الذي قمت بتحديده، ولا أوجه هذه الكلمات لك بل هي رأيي بكل صراحة، لن أقبل بمتر واحد دون الخط الذي حددته، لن نسمح للإسرائيليين بالاستمرار في الاستهانة بنا على هذا النحو، يبدو أننا أخطأنا فهمهم مرة أخرى، الحقيقة هي أنهم قوة عدوانية توسعية في المنطقة، هذه طبيعتهم، يرفضون تعلم دروس يستفيدون منها، وفي رأيي هذا ليس غريبا عليك يا دكتور كيسنجر، وأنا أخبرتك بذلك في أول لقاء بيننا حين قلت لك إننا لن نتنازل عن حقنا في بوصة واحدة من أرضنا ولو وجب علينا أن نخوض 200 حرب. الحقيقة لأكمل ما تفضلت به وأعطي المشاهد، يعني كان ماذا حقق الرئيس حافظ الأسد في هذه المسيرة الطويلة من التفاوض مع كيسنجر؟ مثلا أرادت إسرائيل 7,000 مراقب في مناطق فصل القوات بينما أراد الأسد 1,000 مراقب، العدد النهائي في الاتفاقية هو 1,250. أرادت إسرائيل أن يكون عدد المدفعية السورية في المناطق المخففة السلاح 12 مدفعا، أراد الأسد أن يكون هناك 162 مدفعا، العدد النهائي للمدافع هو 162 مدفعا. أي أنه لم يكن يتنازل يعني إلا بصعوبة بالغة ولكي يصل، ولم يتنازل عما يريده هو، ولكن هو يرفع السقف ومن ثم يتنازل بعض الشيء، ولكن
أمام الصلابة، يعني أنا أريد أن أقول هذه العبارة، حين تكون صلبا في الدفاع عن حقك الآخر سوف يضطر أن يتنازل، خصوصا أنه ليس حقه. فحين كان يقول له كيسنجر لقد تنازلت إسرائيل عن كذا، الرئيس حافظ الأسد يقول له إسرائيل لم تتنازل عن أي شيء، هذه أرضنا، هذا حقنا، إسرائيل تعيد جزءا من حقوقنا. على كل حال كان صلبا ومرنا في بعض المرات. صحيح. مثلا صحيح. لم يذهب إلى جنيف ولكنه لم يرفض أن يكون في مقعد لسوريا حتى ولم يحضر. صح. مثلا في قصة القوات كان مرنا في لحظة معينة لكي يسهل على كيسنجر. صحيح. وكان أيضا يريد أن يحشر الإسرائيلي، أنه حتى لو قبلنا بشيء الإسرائيلي لن يقبل. وبالنهاية كان أيضا يضغط نفسيا على كيسنجر، يعني أنا رأيت مثلا في بعض المرات يجلسه تحت لوحة معركة حطي الشهيرة، مرة ثانية يسكنه في جناح الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، مرة ثالثة يطلق الرصاص قرب مكان سكني ربما بالصدفة يقول له هؤلاء الأمن، مرة رابعة كيسنجر لم يعرف كثيرا عن دمشق، فحين صدح الأذان صباحا فقال أسكتوه، فلم يكن يعرف أنه هذا أذان وقرآن كريم. وحين أنزله بقصر الروضة، والذي كان الرئيس جمال عبد الناصر قد تحدث من شرفته، وكان السادات يعني معه في ذلك الوقت مع عبد الناصر في 58، وأيضا يعني الرئيس حافظ الأسد في كل شيء هناك إيحاء، يعني أنه أنزله في قصر الروضة وأنه حدثه عن جمال عبد الناصر، وأن الرئيس حافظ الأسد كان بين الجموع ليقول لكيسنجر أنه حتى إذا خرجت مصر اليوم أو حتى إذا خرج السادات من الاتصال مع سوريا أو من التوافق مع سوريا، فأن مصر موجودة، كانت موجودة في الماضي. صحيح. وستبقى موجودة في الحاضر والمستقبل. كان في بعض المرات يصل ليلا ويتمنى ألا يعقد لقاء، الرئيس أسد يصر على اللقاء. صحيح. ست ساعات ثمان ساعات، لأن الرئيس حافظ الأسد كان وركحولك مثل ما منقول، يعني كان مدمنا على العمل وكان لا يهتم أن يعمل في الليل وفي النهار، ولكن كان نيكسون يحسب حسابا لمثل هذه اللقاءات. والكثير من الأشياء التي كان يقولها كيسنجر للرئيس حافظ الأسد لم ترد في الوثائق الأمريكية، يعني يقول له أنا حين آتي إلى دمشق أستمتع الحقيقة، أستمتع بحضوركم وبالغذاء وبكرمكم، يجب أن ترى معاناتي حين أذهب إلى إسرائيل ومعاناتي حين أتحدث إلى الإسرائيليين. وطبعا كل هذا فقط كلام يعني للبيع يعني. صحيح. وليس كلاما دقيقا. على كل حال واضح دكتور بوثينة أنه الإصرار على القنيطرة وما يحيط بالقنيطرة بالنهاية أدى مبتغاه، وفي بعض المحاضر أعزائي المشاهدين إن أردتم قراءة الكتاب يصل الأسد إلى مرحلة يقول له فشلت المفاوضات، يصل كيسنجر إلى الباب ثم يقول له طيب دعنا نتحدث بمسألة معينة ثم يعيد، كان يلعب به. صحيح. يعني صح. بس الأشياء التفصيلية أيضا مهمة، يعني مثلا القنيطرة اقترح كيسنجر أن تحرر مدينة القنيطرة من الاحتلال الإسرائيلي ولكن بدون المزارع التي تحيط بها، فقال له الرئيس حافظ الأسد هؤلاء مزارعون ويعيشون من أرضهم، ما هي أهمية أن تعيد لهم بيوتهم ولا تعيد لهم أرضهم؟ فقال له كيسنجر لدي فكرة رائعة، سنمول نحن إنشاء مصانع في القنيطرة لكي يعمل بها هؤلاء. فقال له رئيس حافظ الأسد هؤلاء مزارعون. صحيح. يعملون في أرضهم ولا نريد أن يعملوا في مصانع، يعني حتى كرامة الإنسان وطريقة الإنسان كانت مهمة جدا. وحين يناقشه عن سيناء يقول له سيناء منطقة كبيرة جدا، أما الجولان فهي منطقة صغيرة جدا ومكتظة بالسكان ولدينا 700 قرية. فقال له مثلا السادات أعطى كذا في سيناء، قال له لا تنسى أن فلسطين هي جنوب سوريا. صحيح. وعلاقتنا بفلسطين مختلفة جدا. أنا لاحظت الإصرار على موضوع فلسطين مرارا حين كان الرئيس نيكسون في أحد المحاضر يريد أن يلقي خطابا بعد الاتفاق وكان يتحدث عن مصالح فلسطينية، فقال له الرئيس الأسد صحح يجب أن نكتب حقوقا فلسطينية. نعم. وفي مرة ثانية قال لكيسنجر أنا لن أفاوض مطلقا على الفلسطينيين، يجب أن يكونوا موجودين. صحيح. بالنهاية بمدريد ما كانوا موجودين حتى حين توصلنا. حاول الرئيس حافظ الأسد جدا أن يكونوا موجودين في مدريد وكانوا موجودين، ولكن يعني خلال الرعاية الأردنية، ولكن حين توصل الرئيس حافظ الأسد إلى اتفاق فصل القوات بالنهاية مع كيسنجر، ذهب كيسنجر إلى إسرائيل فأعادته جولدا مائير لتقول للرئيس حافظ الأسد أنها تعرض هذا اللقاء، هذا الاتفاق على البرلمان، على الكنيسة، إذا وافق الرئيس حافظ الأسد على إيقاف العمليات
فدائية للفلسطينيين عبر الجولان. فقال له الرئيس حافظ الأسد: أولا هؤلاء فلسطينيون وأنا لا أتحدث باسم الفلسطينيين، الفلسطينيون يتحدثون باسمهم، وثانيا لن أجلس حارسا لإسرائيل في أرضي. هل تشعرون اليوم أن الفلسطيني وقف إلى جانب سوريا؟ نعم، الشعب الفلسطيني وقف إلى جانب سوريا، وأنا رأيت الكثير من المظاهرات في فلسطين وهي تحمل صور الرئيس بشار الأسد في كثير من المفاصل. نحن يجب أن نميز بين بعض الأشخاص الذين لم يقفوا لأسباب إيديولوجية تتعلق بهم. طبعاً حماس، يعني نحن كنا نعلم أن حماس يعني تنتمي إلى الإخوان المسلمين، ولكن نحن كنا نعامل حماس كحركة مقاومة، ولكنها غلبت الانتماء الإخواني على انتماء المقاومة، ولكن نحن مع المقاومة الفلسطينية. وأيضا هناك فلسطينيون حاربوا معنا في هذه الحرب وشهداء فلسطينيون في مناطق مختلفة من سوريا، ولكن المشكلة الإعلام هو إعلام مغرض وليس إعلام يعني يتحدث الحقيقة دائما. الجزء الأخير سنتحدث فيه عن لبنان، ولكن نريد أن نستمع إلى جزء من خطاب الرئيس حافظ الأسد في القنيطرة حين رفع العلم السوري. نمرر كل هذا لكي نتذكر في الواقع تاريخا مهما جدا في تاريخ سوريا، هذا البلد العروبي الذي وقف إلى جانب كل القضايا العربية بغض النظر من هو مع ومن هو ضد هذا الطرف أو ذاك. أن إرادة الشعب لا يمكن أن تقهر، وأن الوطن فوق كل شيء، وعلينا أن نستمر في الإعداد لطرد العدو من كل شبر من أرضنا العربية المحتلة. وأنا متفائل بالنصر ومتفائل بالمستقبل، وواثق أن قوة على هذه الأرض لن تستطيع أن تمنعنا من استرجاع حقوقنا كاملة. دكتورة بوثينة، لبنان احتل جزءا مهما من هذا الكتاب، كما احتل جزءا مهما من سياسة واستراتيجية الرئيس الراحل حافظ الأسد، وأريد لو سمحت أن نسأل عدة أسئلة بإجابات قدر الإمكان مختصرة لكي نتحدث عما كل ما ورد في هذا الموضوع. جاء اجتماع مباشرة بعد اجتماع السادات في سالزبورغ مع الرئيس جيرالد فورد في حزيران 75 الدخول السوري إلى لبنان. حاول الرئيس الأسد الانفتاح على الأردن، فشل في لحظة معينة، ثم كان لبنان. نفهم من محاضر اللقاءات، نفهم أن أمريكا يعني كادت تغري سوريا بأنه نحن موافقون على دخولكم إلى لبنان، يعني من هيك كأنه صار في اتفاق على الدخول إلى لبنان. لا، لم يكن هناك الاتفاق. كان الرئيس حافظ الأسد يحاول أن يخلق الجبهة الشامية بعد أن يعني فشل أن يقنع السادات بأن يكون معه في السلام كما كان معه في الحرب، وحاول مع منظمة التحرير الفلسطينية الحقيقة حاول أن يعقد اتفاقا مع منظمة التحرير الفلسطينية أن نكون جبهة واحدة، ولكنه لم ينجح. وأيضا حاول مع لبنان، ولكن الحرب أيضا سبقته في لبنان. طيب، في بداية القسم المخصص إلى لبنان بعنوان لبنان دون أي توصيف آخر، تقولين رغم تضامن الرئيس شارل الحلو مع الدول العربية التي تقارع إسرائيل بعد نكسة 67، فقد أمر الجيش اللبناني ألا يتدخل في القتال، لم يسمح للجيش السوري باستعمال الأراضي اللبنانية لمهاجمة الإسرائيليين، كان الحلو خليفة نظام العماد فؤاد شهاب الذي عرف بوساطيته، لكنه لم يستطع حماية لبنان طويلا من أثار الهزيمة العربية المدمرة عام 67. التاريخ يقودني إلى الحاضر. لبنان أخذ طرف الحياد منذ بداية الحرب السورية، رغم أنه بعض الأطراف لم تحايد في الواقع. صحيح. واشتركت. صحيح. إن كان مع أو ضد. صحيح. الآن هل العهد الجديد يريحكم برئاسة العماد ميشيل عون؟ نحن يعني طبعا العماد ميشيل عون هو صديق وعروبي، ومواقفه معروفة، يعني سواء مواقفه بالنسبة للبنان، لسوريا، للأمة العربية، مواقفه معروفة. ما يريحنا هو الانتماء العروبي والعمل العروبي، وما يريحنا هو ألا يعني نؤخذ أو ألا يؤخذ أحد يعني بما يروجه الغرب من استقلاليات ومن نائب النفس ومن القرار المنفرد، لأننا نعلم أن الجغرافيا السياسية هي جغرافيا واحدة، وأن ما يضر بلبنان يضر بسوريا، وما يفيد لبنان يفيد سوريا، ونحن من هذا المنطلق يعني نتمنى للبنان كل الخير وكل القوة. طيب، وكل الصلابة. وزير الخارجية اللبناني السيد جبران باسيل كان معي في الحلقة السابقة، قال مسألة
مسألتين مهمتين. الأولى أنه نحن مع الابتعاد عن الصراع ولكن لسنا محايدين في الموقف من سوريا. وحين سألته هل ستكون زيارة إلى سوريا للرئيس ميشيل عون، لأنه على ما يبدو أنه الوزير منصور من عندكم نقل تمني بأن يأتي إلى هنا وليس دعوة رسمية، فكان جوابه أنه زيارة الأولى إلى السعودية. هل مفهوم أنه الحليف الطبيعي لحزب الله ولسوريا أن تكون أول زيارة له إلى السعودية وليس إلى سوريا؟ لا توجد مشكلة، يعني هذه أمور شكلية الحقيقة، أين ستكون له الزيارة الأولى وأين الزيارة الأخرى. وأعتقد أننا نحن كعرب يجب أن نبتعد اليوم عن الشكليات وأن نبحث عن الجوهر. المهم هو جوهر العلاقة بين لبنان وسوريا، هو الاتفاق على ما هو الواقع العربي، ما هو المصير العربي، ماذا يجب أن نفعل من أجل مستقبل أفضل لهذه الأمة. أما من يزور وكيف ومتى فهذه أمور شكلية، يعني بالنهاية مطمئنون لا نتوقف عندها طبعاً. الآن في عندنا رئيس حكومة جديد السيد سعد الحريري، هو كان على خصومة ولا يزال مع سوريا، وعملياً عنده تصريحات ضدكم ضد حزب الله وإلى ذلك. هل يوماً ما سنرى الرئيس الحريري هنا؟ هل هذا ممكن؟ هل احتمال التعاون بين الحكومتين قائم؟ أنا كما قلت يعني في السياسة كل شيء ممكن، ولكن حسب الأسس وحسب الرؤى التي توضع لهذه السياسة. يعني لا توجد يعني أشياء قاطعة لا تستطيع أن تقول في المستقبل أن هذا الأمر لن يحدث على الإطلاق، لا تستطيع أن تقول ذلك، ولكن حسب المعطيات. يعني نحن نأخذ المعطى ونتعامل معه. أوكي، يعني ممكن لو تغيرت السياسة ذهبت الحكومة باتجاه معين أنه نرى يعني السياسة ليست حول الأشخاص وإنما هي حول الأسس، حول المبادئ، حول الأهداف، حول العرب، يعني حول القضايا الكبرى. يعني وقد حان لنا أن ننضج نحن كعرب. يعني أنا أمامي دراستان، واحدة من أخذ دقيقة واحدة أقل واحدة الاستراتيجية الجديدة للسيطرة على المنطقة قامت بها 7 مراكز أبحاث إسرائيلية، وواحدة أخرى الريبورت التقرير الأطلسي الذي قامت به مادلين أولبرايت وستيف هادلي مؤخرا. دراسات استراتيجية تتحدث عن كيفية السيطرة على العرب. تعطيني إياهم إن شاء الله حلقة مقبلة. والله طيب. يعني في الكلام عن لبنان دكتورة أيضا أشكرك، وفعلا هذه الدراسات مهمة وسنعرضها في حلقات مقبلة. سأعطيك أكثر منهم أوكي. أيضا هي الأتلانتيك كونسل مع ممتاز. في الكلام شكرا لك. في الكلام عن لبنان أريد أن نختصر بشكل سريع بالصفحة 219 تقولين: كانت نكسة عام 67 صدمة لكل العرب بما فيه محافظ الأسد وزير دفاع سوريا حينذاك وفي لبنان، ورغم تضامن رئيس شارل الحلو الذي ذكرناه الآن. ولكن في النقطة الثانية التي تقولينها إن فرنسا التي منحتها عصبة الأمم حق الانتداب كي تسعى إلى تمدين شعوب المنطقة انتزعت لبنان الكبير من الأراضي السورية عام 20 مع تأكيد على طبعه المسيحي. الأسد انتقد مرارا حافظ الأسد مرارا وتكرارا هذه الصيغة. كانت المعادلة واضحة بالنسبة للرئيس السوري، فلبنان جزء من الأمة العربية لا يمكنه أن يكون غير ذلك، كما أنه جزء لا يتجزأ من بلاد الشام وقطعة تاريخية من سوريا. صحيح. إن الأسد لم يكن يسعى إلى ضم لبنان كما حاول عبد الناصر عام 85. أولا في انتقاد لصيغة لبنان التي قامت، وهل الرئيس عبد الناصر كان يسعى إلى ضم لبنان والأسد لا؟ انتقاد لكل الصيغ إذا أردت، يعني كل الصيغ الموجودة. يعني لماذا الحساسية من أن ننتقد صيغة السورية الموجودة وسلخ لواء اسكندرون وصيغة سايكس بيكو؟ يعني أمامي كتاب أقرأه الآن، The Man Who Created the Middle East، الرجل الذي خلق الشرق الأوسط، وهو سايكس يعني، والحقيقة الرجل الذي دمر الشرق الأوسط. إذن كل هذه الصيغ، يعني تخيل لو كانت مثلا نحن دمرنا الشرق الأوسط، لا نلومنا أحد، نحن لا نلوم أحد، ولكن يجب نحن أن نرتفع. صحيح. فوق هذه الصيغ التي خطت لنا من قبل مستعمر أجنبي. ألا يتفق الكثيرون اليوم أن الصيغ الطائفية النظام الذي وضع في لبنان؟ ولكن الرئيس عبد الناصر كان يريد ضم لبنان؟ طبعا لا يريد ضم لبنان حافظ الأسد. لا، الرئيس عبد الناصر كان يريد ضم لبنان؟ لا أعرف، لأنه هذا مكتوب أن الأسد لم يكن يسعى إلى ضم لبنان كما حاول عبد الناصر. هذا ما قيل في الوثائق يعني التي طيب. في الكتاب منها. أيضا في الوثائق حضرتك وقعت على وثيقة مهمة جدا فتحت لك، وأتمنى أن تكون لدينا. آخر لقاء حصل بين الرئيس الراحل حافظ الأسد ورئيس الحركة الوطنية كمال جملاط. في
الكلام عن كمال جنبلاط، تقولين سيدة بثينة الاشتباكات لم تكد تهدأ حتى اندلعت مجددا بتحريض بن جنبلاط في لبنان. في الاجتماع العاصف الأخير بين الأسد وجنبلاط 8 ساعات حاول إقناعه الرئيس الأسد بالعدول عن حماسته الثورية لمصلحة إيجاد حل سياسي متوازن. حذره من أن انتصارا عسكريا شاملا للحركة الوطنية ومنظمة التحرير قد يستدعي ردودا دولية وغزوا إسرائيليا مدعوما من أمريكا. نبهه إلى أن لا طرف في لبنان يستطيع إلغاء الطرف الآخر، وأن قواته لن تستطيع ذبح كل مسيحي لبناني، بل ستدفع إلى التقسيم، إضافة إلى أن مجزرة من هذا الحجم ستدفع الكتائب وربما كل المجتمع المسيحي نحو أحضان إسرائيل. سأل الأسد جنبلاط بكل صراحة عن شكل لبنان المستقبل الذي يريد قيادته إن كان ينوي إضاعة نصف الشعب بالقوة والمجازر. كان حلم جنبلاط أن يحكم لبنان. لم يكن الرئيس السوري مستعدا للإخفاق في لبنان، لأن ذلك سيعرض سوريا نفسها للخطر، وبدأ صبره على جنبلاط وعرفات بالنفاذ. في 26 أيلول 67 هاجم مسلحون فلسطينيون فندقا في مركز دمشق، طفح كيل الأسد، وفي اليوم الذي أعقب الهجوم اكتسح الجيش السوري مواقع الحركة الوطنية ومنظمة التحرير الفلسطينية في لبنان، وفي خلال أيام قليلة تمت إعادة قواتهم إلى مواقعها ما قبل بدء هجومها في أذار 67. أثبت هذا النصر الساحق أن دمشق هي اللاعب السياسي والعسكري المسيطر في لبنان دون منازع، وأن كل الأوراق باتت في يد الأسد. الحقيقة اللقاء بين كمال جنبلاط وبين الرئيس حافظ الأسد كان لقاء فعلا عاصفا، واستمر لمدة 8 ساعات، والفكرة الأساسية به أن كمال جنبلاط أراد أن يأخذ الضوء الأخضر من حافظ الأسد لكي يذبح ويقتل ويقود معارك لكي يحكم لبنان، وأنه يريد اليوم أن يلغي، يعني في ذلك اليوم، أن يلغي النظام الطائفي في لبنان. ولو يعني تطلع على المحضر وترى أن الرئيس حافظ الأسد كان يقول له: معك الحق أن هذا النظام الطائفي يجب أن يعالج يوما ما، ولكن ليس الآن وليس بهذه الطريقة. وحاول جاهدا وبصبر، يعني يكاد يستغرب الإنسان كل هذا الصبر، أن يثني كمال جنبلاط عن خطته ورأيه، ولكن حين تقرأ تشعر أن كمال جنبلاط وضع حلما في رأسه، هو أنه يستطيع أن يقود هذه المعركة وينتصر ويحكم لبنان بالطريقة التي يراها. طيب دكتورة بثينة، هذه وجهة نظر سوريا، ولكن وجهة نظر كثير من اللبنانيين أنذاك، اليسار، الحركة الوطنية، الفلسطينيين، أنه كمال جنبلاط يريد أن يخرج لبنان من العزلة، من عصر الكتائب، من التعاون المحتمل مع إسرائيل، وإقامة نظام علماني حر ديمقراطي. يعني كان يمثل أحلام كثيرين في يعني لبنان. لم يكن هذا الأمر يتناوله كمال جنبلاط عن طريق الحوار أو عن طريق التفاوض، كانت الأمور في مرحلة عسكرية، في مرحلة ميدانية. يعني كان كمال جنبلاط يريد أن يقود معارك لكي يتوصل إلى هذا الحل، ويعني كان الخطورة كانت شديدة في سوريا. تعاملت مع لبنان بالورود، ما بالعسكر كمان وبالجيش والمعارك. أنا أقول لك أن حافظ الأسد لم يتخذ خطوة إلا حين شعر أن هذه الخطوة يمكن أن تعود إيجابا. يعني لا أحد يعلم ماذا كان سوف يحدث لو أن هذا الأمر ترك إلى كمال جنبلاط أن يقوم به. دكتورة بثينة، سؤال أخير، للأسف انتهى الوقت، لأنه كنت بدي أحكي كمان عن رأي الرئيس حافظ الأسد بالكتائب، بمشروع لبنان، ولماذا دخل إلى لبنان، ولكن للأسف انتهى الوقت. سؤال أخير الآن، وليد جنبلاط رئيس اللقاء الديمقراطي يقول: أنا لن أذهب إلى سوريا، وهو خائف على نفسه، يقول: أنا قد أتعرض للاغتيال، وذكر مرارا، أشار إلى سوريا. ممكن أنه سوريا تعود وتفتح أبوابها لولي جنبلاط؟ أنا أعتقد أن ما تحلم سوريا أن تفعله، وما تريد سوريا أن تفعله بعد كل هذه التضحيات، وما نأمل أن يحدث، هو مشروع نهضوي عربي يقوده كل العربيين وكل الشرفاء وكل المخلصين، لأن هذا الواقع العربي إذا استمر بهذه الطريقة الانفصالية القطرية المخادعة في بعض الأحيان، يعني سوف لن يكتب لنا أن نكون بين الأمم المحترمة في العالم. ولكن لكي لا يضيع الجواب، الآن وليد جنبلاط يقول: أنا لن آتي، ولكن لو قرر الاتيان إلى سوريا، سوريا تفتح أبوابها مجددا؟ يعني الآن ليس الوقت ولا الزمن ولا المكان للحديث عن هذا الأمر، سوف يحدث أو سوف لا يحدث. سوف بإذن الله نحقق الانتصار وندحر الإرهاب ونبدأ بتفكير استراتيجي جديد حول المنطقة والعروبة والعالم. هو يذكر دائما بأن سوريا اغتالت كمال جنبلاط، في جواب سوري على هذا الموضوع؟ يعني التاريخ يحكم.
حين تقرأ التاريخ وتقرأ ما هو موجود سوف يعرف العالم بإذن الله. حين ينشر كل تاريخنا سوف يعرف العرب، ولذلك نحن نريد أن ننشره إن شاء الله بأقصى سرعة ممكنة ليعرفوا أن سوريا العربية هي التي كانت مدافعة دائما عن مصلحة جميع العرب. في كتاب حسب ما فهمت الآن المخرج يقول لي انتهى الوقت، آسف حسن، في كتاب جديد سيكون حول لبنان وسوريا حسب ما فهمت إن شاء الله سنرى فيه محضر الجلسة بين حافظ الأسد وكمان جملة. هلا اليوم مثلا نيكسون ترى اقتباسات شديدة من المحضر، ولكن لم أنشر المحضر. المهم هو كل الرسائل الهامة الموجودة في المحاضر موجودة. شكرا لك دكتورة بثينة شعبان، شكرا لكم أعزائي المشاهدين. أذكر بالكتاب في الواقع بصيغتيه في لبنان وفي سوريا، حافة الهاوية وثيقة وطن، الرواية التاريخية لمباحثات حافظ الأسد وهنري كيسنجر، وثيقة وطن مباحثات حافظ الأسد وهنري كيسنجر، الأول صادر في سوريا وزارة الثقافة، وفي لبنان عن دار بيسان. شكرا لك، وإلى مزيد من التأليف لأن هذه الكتب ضرورية جدا ونحب أن نراها متلفزة أيضا. إن شاء الله يا رب. شكرا لك دكتورة بطيئة. شكرا لك أستاذ سامي. وإلى اللقاء في دمشق مرة ثانية تكون انتهت الحرب. ميت أهلا وسهلا فيك. وشكرا لكم أعزائي المشاهدين، إلى اللقاء في الأسبوع المقبل إن شاء الله مع حلقة جديدة من لعبات الأمم. شكرا لكم.